لكن لمزيد من التفاصيل والاطمئنان على حال الفريق والاستعداد لمباراه الاسماعيلي بينضم لي دلوقتي على الهاتف زميلنا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي من ملعب مختار التتش. مساء الخير يا شريف. نور زميلي محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ورمضان كريم يا محمد. رمضان كريم عليك يا شريف وكل سنه وانت طيب. طيب بالفعل زي ما قلت التمرين فعلا يعني شغال من التاسعه والنصف مساء، وزي ما قلت فعلا كريم ميدفيد وسعد سمير خلاص يمكن الموسم بتاعهم انتهى مع النادي الاهلي، بيتاهلوا كل يوم برنامج تاهيلي وفي كونتاكت مفتوح مع الطبيب في المانيا، لكن طبعا يعتبر الموسم انتهى مع النادي الاهلي، نتمنى لهم باذن الله الشفاء والرجوع سريعا للنادي الاهلي. اتفضل لو في اي تفصيله معاك. طيب اولا حاله اللاعبين الجاهزيه للمباراه القادمه، كل اللاعبين موجودين قدامك في المران الجماعي ولا في غيابات او تدريب في تخصص لعدد من اللاعبين في الاستعداد لمباراه الاسماعيلي؟ طيب هو التمرين زي ما قلت لك بدا في التاسعه والنصف، وكان في محاضره من مستر لاسارتي ومدير الكوره الكابتن سيد عبد الحفيظ وباقي الجهاز، الكابتن محمد يوسف والكابتن سامي قمصان وباقي الجهاز بالكامل، يمكن يتكلموا مع اللعيبه حوالي 10 دقايق بقى عن التركيز في مباراه الاسماعيلي، حذروا من خطوره الاسماعيلي، طبعا اتفرجوا على فيديو على فيديوهات لكذا مباراه من الاسماعيلي مجمعه كده اهوت، واتكلم على الاسماعيلي ان هو ممكن يبقى جاي حابب يعمل نتيجه ايجابيه مع النادي الاهلي، لازم ياخدوا بالهم لازم يخلصوا الجيم بدري بدري، كان في طبعا قبول من لاعبي النادي الاهلي في هذه المحاضره اللي استمرت حوالي 10 دقائق، يمكن بعد هذه المحاضره كان في احماء وكان في تدريبات بدنيه، والان مستر لاسارتي مقسم اللاعبين لمجموعات 4 ضد 4، الضغط واللمسه الواحده، والمناسبه زي ما انت قلت من شويه اشعيه لاعب محوري شايفه قدامي ما شاء الله نمسك خشب متالق بيأدي باداء بيعلن جاهزيته لمباراه الاسماعيلي، الكل بيشارك، يمكن احمد الشيخ هو ايضا بيشارك، ايمن اشرف ما زال يعني بيرتدي القناع في الوجه، يعني معنى كده بكره هيكون بيرتدي القناع او يوم الخميس يوم الاربعاء في مباراه الاسماعيلي، لان طبعا ايمن اشرف لما يكون في تمرين في اي احتكاكات ولا حاجه النهارده بيبقى في تقديمه، فطبعا بيبقى حريص بيلبس القناع زي ما قلت لك، الكل بيتمرن، الكل اعلن جاهزيته لمباراه الاسماعيلي، على الجانب الاخر طارق سليمان وثلاث حراس الشناوي واكرامي ومصطفى شوبير، يمكن علي لطفي ما زال في تدريبات الجيم، يمكن علي لطفي خارج مباراه الاسماعيلي مع كريم. ايه طبيعه اصابته يا شريف؟ ايه طبيعه اصابه علي؟ ايه طبيعه اصابه علي؟ علي عنده زي شد في رجليه كده اهوت، وخلاص علي في الجيم دلوقتي، يعني علي ممكن ينزل بدا يجري في الجيم. علي ممكن ينزل وبدا يجري تمرينات خفيفه في ارض الملعب، يعني ممكن ينزل بكره في ارض الملعب مع التمرين بكره، اللي هيتمرن 6 مساء قبل ما يسافر برج العرب، فعلي لطفي غالبا هيكون موجود بكره في التمرين باذن الله، ما كانش بكره هيبقى موجود بعد بكره بالكثير قوي مع اللعيبه اللي مش هتسافر. طيب علي خلاص في النهائيات يعني، بس مش هيلحق مباراه الاسماعيلي، ممكن بقى علي لطفي باذن الله يكون جاهز لمباراه المقاولين يوم 28. خليني اقول لك كما قلت لك من شويه ان السفر بكره هيكون بعد التمرين، يعني بكره في تمرين 9 مساء وبعده هيكون في السفر الى برج العرب المبيت هناك ليله مباراه الاهلي والاسماعيلي في برج العرب. النهارده الاعلام بيخش ثاني يوم على التوالي زي ما مدير الكره كابتن سيد سمح للاعلاميين بالدخول يوم الاحد والاثنين، طبعا بكره التمرين خلاص مغلق، طبعا الناس هنا بتحترم الاعلام احترام كبير جدا، ولكن يعني اي فرقه في العالم بيبقى محتاجه ايام ليها لحفاظ السريه عليها، محتاج اتمان لتمريناتها، وده طبيعي لاي فريق في العالم، فبكره التمرين هيكون طبعا مقتصر على قناه الاهلي فقط لا غير والمركز الاعلامي بس، يعني ما فيش بكره في السفر. حمدي فتحي طبعا للاسف 3 انذارات مش هيكون موجود في مباراه الاسماعيلي، لكن بطمنك يا محمد بطمن كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، شايف الروح عاليه جدا في التمارين، شايف جيلاردو بيتالق، شايف احمد فتحي، شايف حسين الشحات ما شاء الله حاجه يعني محترمه جدا، حسام عاشور، رامي ربيع على ما نقوله كل سنه طيب، مروان محسن المتالق في التمارين امامي، زارو يا لا كل لعيبه النادي الاهلي، يعني كان بقول لك كده انا شايفهم شريف اكرامي لعيبه النادي الاهلي بين عليهم التركيز بين عليهم. طيب شريف من خلال متابعتك للتقسيمه الجماعيه النهارده بنتكلم في يوم الاثنين والمباراه الاربع، فتدريب بكره هيكون تدريب خفيف، لكن النهارده ممكن تبان ملامح التشكيله او التدريب اللي ممكن يكون فيه التقسيمه اللي بيختار من خلالها مارتن لاسارتي التشكيله او المجموعه اللي هتبدا مباراه الغد مباراه يوم الاربع، باين من قدامك نفس المجموعه اللي لعبت المباراه الاخيره ولا شايف ازاي في الصوره قدامك؟ يمكن الاقرب يعني الراجل بقى له فتره مثبت التشكيل، يمكن الاقرب
لمباراه الاسماعيلي وممكن التشكيلات المباراه اللي فاتت، الواحد برضه مش عاوز يعني يكون يعني اداء يستخدمها الخصم عشان يعرف تشكيل النادي الاهلي، ولكن الشكل العام بيقول ان الفرقه هتبدا بنفس التشكيل ان لم يكن تغيير لعيب او اثنين على ما اظن يعني. تمام، هشام محمد وحسام عاشور في جاهزيه تامه طبعا بعد غياب حمدي فتحي للانذار الثالث بجوار عمرو السوليه. حسام عاشور قدامي اهو عم بيتالق ما شاء الله، نمسك الخشب حاجه محترمه جدا، مش كويس جدا. لا هشام محمد برده بيأدي تدريبات كويسه، كان معاهم في المعسكر المباراه اللي فاتت بس هو خرج بره ال 18. هشام محمد برده موجود في التمرين ومتالق، الكل بيسابق الزمن، الكل عاوز يثبت للراجل ان هو قادر على لعب مباراه الاسماعيلي او من بعده المقاولين ومن بعدهم طبعا مباراه القمه. يمكن لا الكل بيشارك، الكل متالق، الحاله المعنويه كمان يا محمد مرتفعه جدا، يعني الكل يمكن في اي تمرين كله بدا الراجل يحذر من الالتحامات، بدا الراجل يحذر ايه يا جماعه بلاش تلتحموا عشان ما حدش يتصاب. يعني الحمد لله بقى لنا فتره الدنيا ماشيه كويس الى حد ما، فهو خلاص باقي على الدوري خطوتين او ثلاثه، فخلاص انت في المراحل النهائيه فبتبقى حريص قوي في الجزء الختام ده او جزء النهايه وانت بتختتم المسابقه. طبعا هو كمان الراجل النهارده قال لهم كمان في المحاضره اللي استمرت حوالي 10 دقائق ان لازم ما بقولش ما يبقاش في عنف في التمارين، ما حدش خلاص يعني يخش على زميله بعنف، لان هو محتاج كل الكروت في الثلاث مباريات الاخيره، محتاج كل الاوراق يلعب بيها في الثلاث مباريات الاخيره، عاوز يناور من اول مباراه الاسماعيلي، من بعدها المقاولين، من بعدها مباراه الزمالك، عاوز يحسب الدوري بدري بدري. فهو شد عليهم وحذرهم من الالتحامات في التمرين، بس الحماس باين، الكل عاوز يشارك، فالكل عاوز يثبت للراجل اللي يوري له نفسه، فكل بيموت نفسه في التمرين. ربنا باذن الله يحرس لاعبي النادي الاهلي، وباذن الله يكون التالق والفوز يوم الاربعاء من نصيب النادي الاهلي، اعتلي خطوه من المسابقه المحبوبه ليه بطوله الدوري طبعا، واللقب رقم 41 في تاريخه ان شاء الله. زميلي شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي كان موجود في ملعب مختار التتش بالجزيره، نقل لنا كل التفاصيل المتعلقه بتدريب النادي الاهلي استعدادا لمواجهه الاسماعيلي ان شاء الله مساء بعد غد الاربعاء على استاد برج العرب. شكرا جزيلا لك يا شريف.